لماذا كتب الصيام من أجل التقوى؟ رمضان أشرق. الصيام عبادة شرعت لمقاصد سامية وحكم عالية، هي من قبيل الحكمة العملية لرياضة النفس على استذلال المصاعب والتصبر على التخلق بالأخلاق الملكية، وقوامه الإمساك عن الشهوات الملازمة لما في الهيكل الجسماني من المادة التي تغين على تجرد الروح، فالقصد منه إضعاف القوى المادية لتنبثق من منافذها أشعة النير الروحاني، ولما في هذا الإمساك من المشقة في مجاهدة تلك القوى الطاغية. اقتنعت الشريعة بالمقدار الذي لا يخلو عنه قيام ماهية هذه العبادة، فجعلت ما يعرض للصائم من مشاقة زائدة عذرا يخول الترخيص في ترك تلك العبادة ما دامت المشقة العارضة مقارنة لها، ليأتي المسلم بعبادته شارها نشيطا غير ملولا من تضافر المشاق عليه. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى في آية فرض الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. النور عم الكون بالقرآن، والخير ساد الأرض في رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى التي هي حكمة الصيام فائدتها في الدنيا وفائدتها في الآخرة، فعلينا بأن نلتزم حدود الصيام، فإنه يوصلنا إلى التقوى وتوصلنا إلى الخير في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة الأخروية. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا إذا كان ممنوعا من الطعام والشراب والمباحات في نهار رمضان، فكيف له أن يتجرع على المحرمات مثل الغيبة أو النميمة أو الكذب أو الزور أو الغش؟ وهنا أود أن أقول في شأن المحرمات أن بعض المسلمين عندهم نوع من الازدواجية أو نقص المعلومة، فهم قد يتصورون أن الغيبة محرمة مثلا، أو النميمة، أو سرقة مال الجار، أو الزنا، ولكن يغيب عليهم أيضا أن سرقة المال العام هي من أعظم المحرمات. يجب أن ندرك أن هذه أيضا هي حقوق، وأن من مقتضى التقوى أن يحرص الناس على أداء هذه الحقوق على أكمل وجه، وأن يؤدوا للناس حقوقهم، ويدركوا أن المحافظة على العمل، التبكير في الدوام، التعامل الجيد مع المراجعين، الاجتهاد في العمل، الحفاظ على حقوق الأهل. أيضا بعض الناس ربما يعتذر بالصوم فيكون قاسيا، حتى أن بعض الأسر يقولون أو يعرفون ما يسمونه بالأب المرمضن. الأب المرمضن يعني الذي دخل عليه رمضان، ولذلك أصبح يلتمس لنفسه عذرا أن يغلط وأن يشتم وأن يغضب وأن يسخط على أطفاله مثلا، أو على زوجته، أو على سائقه، أو خادمه أو خادمته. هذا ليس عذرا، رمضان هو مدرسة للتربية على التهذيب وعلى الأخلاق. الذكر فيك يا طيب. الصيام ترتفع فيه نسبة العبودية لله عز وجل، لكن لو الله نهانا عن قتل شيء واضح جدا، القاتل يقتل، نهانا عن السرقة السارق يسجن، نهانا عن شرب الخمر يضيع العقل مع الخمر، فكل شيء نهانا الله عنه واضح ولمصلحتنا. أما ترك الطعام والشراب بخلاف طبيعتنا وبخلاف جبلتنا بخلاف فطرتنا، فلذلك يرقى الإنسان. ومن قصد الكريم
عني فعينك عن عبادك لا تنام. شهر الرحمة لمن رحم نفسه، شهر الجنة لمن سعى إليها، شهر الصحة صوم تصح لمن حافظ على صحته، في النهار وفي الليل لا يسرف في الليل بعد أن صام في النهار. شهر رمضان شهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، شهر المغفرة، شهر الرضوان، شهر تغلق فيه أبواب النيران، أي تنتهي أسباب النار من الكفر والمعصية والفسق والنفاق والرياء والكذب والغيبة والنميمة. وأنت أدرى بنفسك أنت من أي نوع من هؤلاء الناس، فكر حتى يكون رمضان رمضان بر، ورمضان صلة، ورمضان بركة عليك. أهر الصياب على الأيام.